إنسانيا كيف ترى ما يفعله ما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي تجاه سكان غزة العزل؟ ما يحصل الآن في شمال غزة هو يعني ردة فعل لما قامت به حماس. يعني تصوري أولاد رضع يقتلون بالرصاص. أتمنى تثبت رضع. إنها لم تثبت هذه الحادثة. هذه كذبة أمريكية. إنها كذبة. No, 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 no. وزير الخارجية الأمريكية عمل تصريح. نعم. عمل تصريح في إسرائيل وقال إنه شاهدت صور. وين بس هو شافها؟ رضع. ليش مش أطلق الرصاصات عليهم؟ لماذا لم تظهر للإعلام؟ هناك صور. هناك صور صوروها جماعة حماس. الصور اللي موجودة هلا لم تظهر إلى الأعلام. لم تنشر. نحن نشهد ولكن جرائم ضد الإنسانية تجاه أطفال فلسطينيين يومياً. لا مو يومياً. كل دقيقة. نرى جرائم ضد الإنسانية على أطفال غزة. أوكي. حماس فعلت فظائع في حق الأطفال في جنوب إسرائيل. قطعت رؤوس الناس. طيب صورة بس شو يثبت هذا الكلام؟ طيب أي اغتصبت النساء والبنات. يعني هل تسمحين بذلك؟ يعني أنا بتعجب منكم أنتوا يا جماعة. والله أنا اللي متعجبة أي إنسانية تسمح لأي بني آدم بالدنيا أنه أرض تقصف ومستشفى تقصف.